جديد وتحدي جديد، وانا كثير متحمسه لاعرف شو هو التحدي. رح تقلنا اياه سالين. اليوم صرنا 8، وصلنا الانتور. بدي اطلع الكل قلوا، يعني بدي اقول معقول هاي بس احنا؟ وين الكل؟ وهلا بما انه صرنا 8 يعني صار كثير مستوى عالي. مرحبا، اهلا، كيفكم اليوم؟ تمام. شو هالسكورات الحلوين الاسبوع الماضي؟ شيء بفرفح القلب يعني. كان عن جد اول شيء ماريلين غدرتنا، مبروك عبد، ضليتك بالمسابقة. شو الإحساس؟ خبرني. ولا خلص ما بقى فيه؟ ما في داعي للحكي. جنان، أول ما شفنا سكور تبعيك قلنا نحن يعني وإز طلع هذا أحسن سكور بالحلقة. بس لا، مبروك الصدارة. الله يبارك فيك. أنا هالأسبوع داخلة على هالتحدي بشراسة. انا بالمركز الاول كنت، ما حدا يحكي معي، انا هلا بالصداره. برافو عليكي جنان، كلنا مستخفين فيكي، صرتي اقوى وحده فينا. بس هلا صار لازم نوقفك عن حدك. خبروني كيف المعنويات هذا الاسبوع؟ منيحه، رائعه، عال. جاهزين للتحدي تبع هذا الاسبوع؟ جاهزين. جاهزين؟ ايه. كنت جالس انتظر ايش تقول سيلين، وانا بفكر ايش ممكن يكون التحدي. حتخلونا نشتغل مع بعض كل اثنين مع بعض؟ ما بعرف، يمكن هذا التحدي. ان شاء الله يكون هيك شيء ايجابي مش سلبي مثل هذيك الجمعه. على ولا يكون على الانتحار مثلا، كثير شيء حلو. هذا الاسبوع التحدي هو انه بدكم كل واحد بالفئه تبعيته يعمل عمل خير. حلو. عمل خيري. حس ان الموضوع كبير وتقدر تفيد فيه ناس كثير يعني بالموضوع هذا. انصدمت بالاول انه شو بدي اعمل، انه هيك تفكر انه باي بارت من الويلنس بدي استعملها بهالتحدي. الصعوبه الكبرى هي كيف ممكن اربط بين يعني عمل الخير وبين الفئه تبعي اللي هي الادوكيشن والتعليم. راح اخسر. انا اشتغلت 7 سنين بالاعمال الخيريه، بس شلون اطلع منه فيديو؟ كلنا في نفس الورطة، ان انت ازاي تجمع ما بين الفئة بتاعتك وازاي تخليها ليها علاقة بالعمل الخيري. ما في شيء خطر ببالي، ما بعرف عن شو بدي اعمل الفيديو، ما بعرف كيف بدي اصور الفيديو، موضوع صعب. انا ضايعة، ما عندي حتى فكرة ممكن نعملها على الاعمال الخيرية. يمكن لو جلسوا يفكرون شوي بتسهل الفكرة عندهم، بيلقون طريقة مناسبة يسوون فيها الفيديو. اللي ما بدنا نشوفه هذا الاسبوع دراما، ما بدنا شيء بغم على القلب، بدنا تحفيز، بدنا سعادة، بدنا يكون عمل خير حلو، بيحمس، بهيك بيلهم، بيشوق، بدنا شيء حلو، بدنا شيء بوزيتيف، إيجابي. أوكي؟ زين؟ سؤال تاعي هو، هل قبل ما تديري التحديات تكوني دارسة إنه مثلاً هذا ممكن يتكلم على هذا الموضوع، هذا على هذا الموضوع؟ أكيد. ولا مره بعطيكم يعني تحدي، كلنا عندنا بس بدي ريح لك اعصابك. ولا مره بعطيكم تحدي، اوكي؟ انا مش مفكره بكل واحد شو معقول يكون عم يعمل، فما تفكروا انه ما فيكم تطلعوا بفكره، اكيد فيكم تطلعوا بفكره. اورايت. شنو اللي عرف عمل الخير، او يعني شو قصدك بعمل الخير؟ عمل الخير هو وقت تعمل شيء منيح لحدا بلا مقابل. اوكي. جود ديد بالانجليزي. اوكي. تمام. ما متوقع شيء بالمقابل، وهذا الشخص اللي بوجهك يمكن ما انه متوقع انه تكون انت عم تعمل له شيء منيح. وهل هو هذا الشيء منيح راح يختلف من شخص، يعني ممكن الفائده مالته تكون اكيد. مثلا عبد الرحمن لو يدرب واحد راح تكون فائدته اكبر مما انا راح اقول له لا تشوف هذا الفيلم مثلا. ما بدنا نقيس على كل واحد شو عم يعمل، يعني عمل خير هو عمل خير، لانه منا هون عم نفرج عضلات، يعني منا هون منا منافسه على قوه عمل الخير اللي عم نعمله. أوكي. المنافسه هي على الكرياتيفيتي تبع الفيديو وعلى قوه الفيديو، مش أوكي. على قوه العمل الخير اللي بقلبه. تمام. حلو الواحد يعمل عمل خير، بس انا مثلا اذا بجيب واحد بدربه يوم انا ما فدته، يعني انا دربته يوم
عشان علمه كيف يتدرب ممكن اقضي معاه 3 سنين انا عم بعلمه كيف يتدرب. إيه. لكن ما ضروري فيك تفكر بغير طريقه، ما ضروري تفكر انه انت جبت واحد ودربته نهار، خلينا نحس انه فيها هيدي العفويه شوي بالفكره والشخص اللي بوجهك يتفاجئ بطريقه حلوه. سؤال غريب شوي، مش لسه بتقولي ان انا احضر له من قبلها وافاجئ الناس يبقى ده عمل خير؟ طب انا لو حضرت ان انا مش هعمل مثلا فيديو الاسبوع ده بيجي يعتبر احسن عمل خير للمتسابقين التانيين؟ لا ان انا اللي همشي الاسبوع ده عمل خير اهو. ليك محمود هيدي الفكره جميله اللي لا حلوه جميله قوي، مش جميله ولا حتى ولا شيء ولا شيء ولا شيء. بدك تشيل اياها الفكره من راسك. لا كل ما طلع لك تحدي شوي صعب بتقول لي بدي اعمل فيديو. والله ما نفهم انه انت انسنتر بتحب تعمل خير وبتحب انه تساعد رفاقك، بس ساعدهم بغير طريقه هذا الاسبوع. اوكي وخليك بالمسابقه او جرب. اجرب. اوكي جايز، نكينا وضحت فكره التحدي. ما بدي اياكم تفكروا انه كل اسبوع رح يجي تحدي خفيف او هين، ما رح يكونوا اهون من هيك ولا رح يكونوا كل مره اهون واهون واهون، لا رح يكونوا اصعب واصعب واصعب. وانتم اخر 8 بالمسابقه، يعني انتم هلا اقوى 8 فبدكم تكونوا قد التحدي. الان بعد ما عرفنا ايش هو التحدي، كل اللي اقدر اسويه الان هو اني اعمل ريسيرش عليه ما اطلع بفكره كويسه. هسه اجى الوقت نروح نسوي ريسيرش، بس موضوع ما يحتاج لريسيرش، يعني يحتاج لتفكير اكثر من ريسيرش. والله ما اعرف، يلا شوف شو يصير. في شيء ثاني بدي اخبركم اياه. تعالوا معي على الجاردن. يا حسيت انه يا في انه شيء جمعيه خيريه او شيء حدا اجا او في تحدي ثاني. هناخد تحدي ثاني يعني ولا ايه؟ يعني المصايب هتكتر ولا ايه؟ همشور تحدي ثاني. الله يستر، تحدي واحد نحن مو قادرين نخلصه. شو ناطرنا؟ انا يورجي تيروز، انا صيدلي، وانا بس عم بطلع عليكم هلا عم بتذكر حالي بس كنت من 10 سنين كمان كنت مقدم على جايزه وكنت قاعد نفس القعده وجايبين العالم كمان كم يعطونا سيشنز ويساعدونا ويدربونا، وعلى امل بكره انتم بعد 5 سنين و10 سنين تصيروا قاعدين محلي وعم تدربوا غير عالم. شو حلو انه هيك كلنا قاعدين شباب لخدمه الشباب تنجرب نطور مجتمعنا ونجرب نلاقي حلول خلاقه لمشاكل عم نواجهها كل يوم. كل جمعة بنلتقي بشخص بيكون له علاقة بالموضوع التحدي، وهيدي الجمعة كمان مع يورجي أكيد هو بفيدنا كرمال نعرف يعني كيف اتجاه الريسيرش تبعنا. خليني أخبركم قصتي. أنا أول ما كنت بالمدرسة فت على الكشافة، وبالكشافة مبادئ الكشافة مساعدة الغير ونفكر بغيرنا قبل ما نفكر بحالنا، وهو المبادئ كلها ومحافظة على البيئة ومساعدة الآخر، قصص كتير حلوين. قعدت 15 سنة بالكشافة، بس تخرجت من المدرسة خدمت بالصليب الأحمر اللبناني أكيد كمسعف، وكمان صرنا نتعلم كيف نساعد عالم بلا ما نميز فئة عن فئة وكيف دغري تكون مستعد دايما أنت تروح تلبي نداء. بال2005 واحد من الكشافة اللي عندي كان عايز دم لجده 5 وحدات أبي نيجاتيف، وأبي نيجاتيف هي أصعب فئة بلبنان وبالعالم 0.7%، يعني على كل 150 شخص تعرفون تيطلع واحد أبي نيجاتيف هاي إذا فيه يعطي أو لا. برمنا الدنيا بالمستشفيات بالصليب الأحمر عند المخاتير بالبلديات ما كنا نلاقي أبي نيجاتيف، أمنا له كيس أو كيسين ومات الزلمة من نقص دم. صرت عم بقول معقول بأيامنا هيدي بعد في ناس عم تموت من نقص دم بس لأنه مش منظمين مش محضرين وما في توعية كفاية عن موضوع التبرع بالدم؟ فتحت جروب على فيسبوك سميته دوني سان كونتي. ليش دوني سان كونتي؟ دوني سان كونتي هي بالكشافة كنا نصلي صلاة في محل كنا نقول إنه بدي أعطي من دون مقابل، وسمينا الجمعية العطاء بلا مقابل. وهونيك لقيت تجاوب كتير حلو من شباب كانوا حابين يحطوا من وقتهم من طاقتهم من حماسهم تيساعدوا أشخاص ما بيعرفوها، وهي هاي الجمال بالقصة كلها. اليوم أنت إذا بتروح تساعد شخص بتعرفه من واجباتك تساعده، بس انت اليوم تروح تساعد شخص ما بتعرفه هاي دليل عن حس مواطنة، هاي دليل عن عطاء من دون مقابل، انه عن جد بدك تخدم بلدك من دون مقابل. مرة شيء يعني شيء حلو انه بدأ من لا شيء من نفسه هو وصار معه هذا الشيء الكبير. السؤال تاعي هو كيف جاتك الفكرة تاع المبادرة هذه؟ هل كنت تشوف فيها بأنها ممكن ما تلحقش وين راك حاب؟
أو بما أنك ربما كي بديت كنت وحدك، هل كانت تبان لك بأنها فكرة صعبة خصوصا عندها 10 سنين من اللي جاتك الفكرة أول مرة؟ نور، أنا أول ما بلشت ولا مرة قعدت وقلت يلا هيت نحط عالم ورقة كيف بدنا نبلش نعمل جمعية ونبلش نساعد العالم، أبدا. أنا كنت بالجامعة، كنت بالصف، تنفترض كان أو بوزيتيف، أمسك تليفوني أيد محمود أو بوزيتيف، روح على المطعم يجي الويتر قال له شو في قدامك؟ يقول لي هيك، اخذ اسمه وحط رقم تليفونه، تليفوني كله ارقام اسامي ما في قدامهم. كبرت الخبريه شوي 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 شوي، صرت تحكي مع كل العالم يا جماعه كل واحد منكم ياخذ لي بجامعته اذن تنفوت على الجامعه ونحط قلم ورقه ونسجل اسامي متبرعين. بلشنا من 200 اسم، 500 اسم، 1000 اسم، 2000 اسم، وكبرت الخبريه. انبسطت عن جد قادرين نعمل فرق اذا بس بنحرك الشباب وبننظم حالنا. الدرس معك كان مهم بزاف، والحكايه اللي حكاها لنا كيفاش بدا هو بفكره وطور الجمعية تاعو كانت ملهمة بزاف. بال 2013 عملنا حفلة خيرية، طلعنا شوية مصاري، جبنا باص مجهز صغير للحملات المتنقلة. بما أنه أنا ما عندي إذن أسحب دم لحالي، رحت عملنا بارتنرشيب مع كل مستشفى لحالة، صار عندنا بنك دم نقال، منكون بمهرجان، منكون بإيفنت، منكون بجامعة، وهيك شوي شوي بلشنا نعلي مخزون المستشفيات، ما بقى حدا عايز يجيب بالمقابل. اليوم من بعد 8 سنين شغل صار عنا تقريباً 20,000 متبرع بالدم مسجلين بقاعدة البيانات بيتبرعوا كل فترة وفترة. صرنا منظمين تقريباً 4 سنين تقريباً 740 حملة تبرع بالدم. أنا كتير سعيدة عن جد بأنه التقيت بهيك شخص، كتير مفيد الشيء اللي حكى، وأنه هو تأثر بشيء معين وهالشيء خلاه يستلهم أنه يعمل هالعمل أو هالمبادرة هاي وبالنهاية يوصل لهم. سمعت أكثر من مرة أنه التبرع بالدم له فوائد على جسم الواحد، ممكن تحكي لنا شوي عن الفوائد؟ بس تتبرع عم تنظف جسمك دائما، النخاع الشوكي عم يضل يجدد لك خلايا جديدة. في دراسة بتقول 30% أقل أمراض قلبية للي بيتبرعوا كل 6 أشهر، كل شيء أمراض كانسر بالدم 40% أقل عند الأشخاص اللي بيتبرعوا بانتظام، رقم هائل. شغلة تالتة كمان، بس تتبرع كله هيك ضغطك بيروق، صحيا بتصير أحسن، والأهم من هيك نحن دائما بنقول إنه بكل كيس عم تتبرع فيه بتخلص 3 أشخاص، نفسيا بتريح كمان. خلوني أفرجيكم فيديو صغير بس عن إيفنت عملناه كان في مهرجان. إنه نعمل عمل خير بلا مقابل، هاد ذبذبات الخير عم تلف وترجع لإلنا، فما في شيء بلا مقابل عند رب العالمين او عند الكون، لانه كل شيء نحن عم يطلع مننا عم يرجع لنا. في كوت كثير بحبها، انه ما بكفي نعمل منيح، لازم نعملها بطريقه منيحه كمان. الدين حبيبي اليوم طالعين ايه. وانا في شعور ابغى اقوله لك. تفضل. انا مره احب. تدري احنا وين رايحين اصلا قبل ما تحكي؟ والله ما اعرف. انا رايحين محل مكان اسمه سوينجز. والله نتسلى فيه ونركض ونغني. اهم شيء انت تكون موجود حبيبي. تسلم. لا اول مكان راح يكون حلو بوجودك. احنا بالعاده يكون الاسبوع بزاف شاغجي، فنستناو النهار اللي نخرجوا فيه فارغ الصبر باش نديستريسي ونزيدو نتعرفوا على بعضنا. ظهرنا من بيروت، الجو كان كثير بارد، مجهزين حالنا يعني لكل الاحوال الجويه. هسه وصلنا لسوينجز، المكان اللي بيه مراجيح والعاب، واعتقد راح نتونس. اول لعبه لعبتها انا وحوحو يشكل في روحه راشد. ما عندي اي فكره شو راح شو هي الحين لعبه فيها فوق وتحت فيها قفز. الله يستر. الحمد لله لنا من بمكلين مره. يلا شوفوا قد ايش راح نطلع عالي فيها. حنطلع عالي لفوق. لا ما في 15 متر. 15 متر بتشوف البحر. راشد عم تجهز حالك للطيران انت؟ فيكم منيح شباب، فيكم منيح. اللي فوق تحت واللي تحت فوق من جسمي كل شيء يتغير. مان رائعة. مستحيل يعني شو ما بده يصير انا ما راح اطلع فيها ابدا.
هذا كثير بتحبه. الحمد لله. مهم داموت ويا احد عزيز على قلبي. القلم لا يموت والشاعر هو اخر من يموت على وجه هذه الارض. أيتها الشجرة لا تخذليني، إني أضع فيك كل إيماني كل ثقتي. ليه عم تضحك؟ نكتة لأنه أنا ما قولي أنا أخاف من المرتفعات، بالنسبة لي كانت مجاسفة إنه أصعد بهيك مرجوحة وتصعد لي فوق. بالبداية من جوا ما تشوفها عالية، بعدين من صعدت يعني جدا العلو مخيف. اول لعبه ما جربتها لانه كثير خفت، يعني صريت لكذا حدا وهيك حسيت شعور كثير بخوف. انني احلق في السماء. بسم الله عدنا الى الحياه. عدنا اتيكم بسلام من كوكب المريخ. هاي أول مرة بحياتي أصعد أي شيء له علاقة بالمرتفعات والسرعة. لعبنا ثاني لعبة أنا ومحمود عبد الرحمن، حسيت نفسي كثير قرد لأنه كل الألعاب كانت نتعلق. عبد الرحمن هو اللي بدأ بس أنا كنت فيها البطل لأنه خلصتها في الوقت الأسرع منهم. محمود كل ما أنا أقطع مرحلة رجع اطلع على محمود، محمود يقول لي كيف سهله؟ قال له لا. طبعا انا دائما بتبرع بروح اول شيء وبلعب اللعبه. للأسف الشديد يعني آخر شيء ضرر نمشي عشان اشتدت المطرة وقرب الليل. كان النهار ممتع جدا وخرجنا الضغط اللي موجود علينا وقللنا من تحدية التوتر علشان نقدر نفكر في التحديات اللي جاية وفي الشغل وازاي هنعمل الفيديو بتاعنا. لا 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 تحفة. هسه وصلنا كلنا للحديقة واقفين وده ننتظر سيلين تقول لنا المفاجأة لو المفاجأة. خلينا نشوف شباب وصبايا، عندي إعلان تاني لكم إياه. شنو لهذا الأسبوع؟ يا ساتر يا ساتر، حدا حابب هيك يقول لي شو معقول يكون متوقع؟ شو نور؟ السنين اللي راح يكونوا في مرحلة الخطر يروحوا بدون تصويت. سمر اثنين تحت. محمود ممكن يكون هنشتغل من باب الخير يعني مع بعض، اثنين أو ثلاثة مع بعض أو اثنين مع بعض أو. جنان نعمل فيديو دقيقتين. الفيديو دقيقتين. برافو جنان. كله اثنين انتم ملاحظين، اثنين بمرحله الخطر، اثنين فيديو دقيقتين. طيب رح خبركم ما رح طول عليكم اكثر من هيك، انتم بتعرفوا نحن قد ايه بنحبكم. اوكي؟ مقدمه. وقد ايه بنوثق بقدراتكم. اوكي؟ لحديد هلا صار لنا كذا اسبوع بالبرنامج ومره عن مره عم تثبتوا لنا عن قدراتكم وقد ايه انتم كرييتيف. فمنشان هيك هذا الأسبوع بدنا منكم يخبرينا شو بدنا نعمل. كلنا مسكنا أعصابنا ومتوترين. قولي لنا وش الشيء اللي فيه، يعني لا تخلينا نتوتر أكثر من كده. إنه كلكم سوا مع بعضكم تكتبوا تخرجوا وتمنجوا غنية. غنية إنه معنا هلأ تحدي، عنا مليون شغلة نعملها ما منلحق، إنه كيف بدنا نعمل غنية بدها وقت كتير يعني لتتحضر. تفاجأت بصراحة لأنه أولاً إحنا ثمانية وربما مشي كامل متفقين مع بعض، فموضوع صعب بزاف. ما بدي غنية كلكم سوا. واو أوكي. مصيبة، في ناس كتير صوتها هيبقى وحش وهنخرب الدنيا في الأغنية. انبسطت بمعرفتكم وكانت فرصة سعيدة. غنية شو؟ أنا أسوأ واحد بغني في العالم، يعني بستحي غني لوحدي أنا، فهتكون فضيحة كبرى.
الغنية بتكون شوي مستوحيت من الموضوع هذا الأسبوع. غنية على العمل الخيري كتير شيء حلو، لأنه بالقبل يعني في كتير ناس أجانب يعني عملوا هذا الشيء وأخذ كتير ضجة. رح يكون يعني عليها نقطة وتقسم علينا ولا؟ ما رح يكون عليها علامة، ما رح تفوتوا بمنطقة الخطر من وراها. بدكم تعملوا هيدا الشيء لحتى نخبر شوي بطريقه مهضومه عن عمل الخير والجود ديدز. طبعا جميل جدا ان احنا كلنا هنشترك مع بعض في عمل تحس ان هو اوبريت او احنا بنقدم حاجه للناس بجد هتاثر او هتعمل حاجه، لان احنا كلنا ثقافات مختلفه وكل واحد له جمهوره، كلنا هنتجمع ونوصل رساله للناس.